سئلت كثيرا عن مسألة تتعلق بالحج، أنتم تقولون لا تقولوا لأحد بعد الصلاة تقبل الله، فإن هذا من البدع، ونحن نقول نعم لا يجوز وهذا من البدع، لكن لماذا تجوزون لأنفسكم أن تقولوا لمن قدم من الحج تقبل الله حجك؟ فالجواب عن هذا أن المسلم يجب أن يكون في محيط الشرع، ما أتى به الشرع من كلام الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو انتشر عند الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ما جاء بعدهم من التابعين، فيؤخذ به. ولذا جاءت آثار في هذا الباب، وهو جواز قول تقبل الله حجك لمن قدم من الحج، أما بعد الصلاة فلم يأتي دليل. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم الحاج قال تقبل الله سعيك وأخلف عليك نفقتك. وورد هذا عند ابن أبي شيبة عن أبي قلابة، ولذلك قال ابن مفلح في الفروع قال رحمه الله وأتى مثل هذا عن ابن عمر وأبي قلابة. قال أبو قلابة إذا أتى شخص من العمرة قال بر العمل، بر العمل يعني عملك مبرور. ومما يؤكد ذلك ولعله أن يؤكده ما جاء في الصحيحين أن أبا جمرة وهو نصر الضبعي أتى في عهد عبد الله بن الزبير وأراد أن يتمتع، فأتى إلى ابن عباس وقال إن الناس قد نهوني عن التمتع، فأمره ابن عباس أن يتمتع. فلما ذهب هذا الرجل وهو أبو جمرة، وفي رواية قال تمتعت، قال نمت فأتاني آت في منامي فقال حج مبرور وعمرة متقبلة، وفي رواية أخرى لكن عمرة متقبلة هي التي عليها الأكثر، متعة متقبلة. فلما استيقظ أتى إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأخبره، ففرح ابن عباس بهذا فرحا شديدا، فهذا مما يعطي قوة على ما ذكر. ولذلك في مطالب أولي النهى كان الإمام أحمد رحمه الله يقول ذلك للحاج، وهذا موجود قد ذكره أيضا النووي في كتابه الأذكار. لكن لو قال قائل ألم يرد نص صريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب؟ قلت بعد البحث وجدت عند الطبراني أن رجلا لما قدم من الحج أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم قبل الله حجك وكفر ذنبك وأخلف نفقتك. لكن هذا فيه ما فيه، لأن فيه مسلمة ويقال مسلم الجهني ضعيف، لكن لعل هذا الحديث مع ضعفه مع تلك الآثار تعطي لنا حكما من حيث جواز قول تقبل الله حجك أو حجك مبرور لمن قدم من الحج، أو لمن قال لمن قدم من العمرة عمرة متقبلة، ولا تقاس أي عبادة على مثل هذا إلا ما جاء به النص. ما أتى به النص فعلى العين والرأس، ما لم يأتي به نص فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه.